السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الاثنين 14/8/2023، احنا الآن بسوق الغنم في مدينة الدانة شمال سوريا. الصلاة والسلام على رسول الله. والله يا شباب اليوم الجو حار، يعني الغنم قامت لها. الله يكون بعون الناس إن شاء الله. اليوم آخر يوم بالحر مثل ما يقولون. الآن صوركم السوق كامل. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب سوق المواشي في سوريا، اسم قناتنا على اليوتيوب سوق المواشي في سوريا. الصلاة والسلام على رسول الله. نتمنى منكم الاشتراك مشان نوصل 80,000، وهدفنا إلى 100,000 إن شاء الله. مستمرين حتى نوصل 100,000 ونجيب الدرع الفضي إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن غطي لكم السوق كاملا. بلشنا من سوق اللحم يا شباب، يعني هذا أقرب شيء علينا، يعني عرفت شلون. فراح نشوف سوق اللحم، حركة البيع والشراء، ونغطي لكم السوق كاملا، سوق الجنية، سوق الغنم، سوق المعز، الشيء اللي أقرب راح نصوره إن شاء الله. بس نريد نعرف حركة السوق ونوركم حركة السوق. بآخر الفيديو راح ننزل سوق البقر بدانا اليوم، نشوف إيش قد حركة السوق، شنو الأسعار والبيع والمشترى. بي والله بالسوق مع بير مقصوص منعم، يعني شو تريد موجود. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عند عمنا الدلال أبو أحمد الشعباني، هذا الشيخ أبو حسين محمد قطيش، من شيوخ السوق، من ختيارية السوق. البازار على الخراف، هاي $3.60 و$3.65 عم يدفع اخونا ابو حسين حج محمد. حياك الله وحسين، حياك الله يا هلا بيك حبيبي، الله يسعدك. انا اشتريت لك اياها، الله يبارك فيك. يلا شلونك عمي ابو احمد، شلونك، شخبارك، شلون صحتك؟ حياك الله، حيا الله ابو شعبان كلهم والله، الله يسعدك. $3.65 $3.65 اللهم صل وسلم على نبينا محمد. انباعنا شكاره ب 83 $3.80 صورته ذاك اليوم، ايه انباعت $3.80 اللهم صل. المعابير ايش قد قام يقولون اسعارها؟ والله لازم يكون اسعارها ب 85 85 ليره على الكيلو. اللهم صل على محمد. انباعنا ب 82 زين. السوق عمي ابو احمد بيبيع ومشترى؟ الحلال قليل شوي من هالحر، يعني على القليل الشوب. والله الجو شوب، يعني الان الساعة 7 الجو نار. انا عجب 79 وانت نازل 79 وتحت. القرقور الفطيم ايش قد اسعاره اليوم عندك؟ 82 85 هاي اسعاره. الله يجزاك الخير يا شعباني، اشكرك، الله يبارك لك. هاي فطايم عند اخونا ابو احمد يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله، ما شاء الله تبارك الله. ندفع بيها، ندفع بيها ايش قد ابو احمد؟ 13.5 2350. وش قد فصلت ابو احمد؟ والله 15 فصل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ايش قد تطلع وزنها يا ابو احمد؟ يعني ب 32 32 32 سرح، هي خاميه يا شباب. الصلاه والسلام على رسول الله. والله بضاعه زينه، اللي عنده حقها والله ياخذها. نصيحه لوجه الله، اللي عنده حقها ياخذها، بضاعه زينه. هسه ذايبه بهالحر خيو تاخذها باقل ما يمكن. اي نعم، زهدان منها ابو احمد، هسه بصير يبيعها. لا والله مو فيها. يلا يا رب، الله يرزقك. هاي معز مجنوي عند ابو محمود، مجنوي ابو محمود هاي؟ مجنوي يا خيي. اللهم صل على محمد، كلنا ذل مع بعض. اللهم صل على سيدنا. ما شاء الله. معز بلدي خشانة زين، ايش قد قام السوم ابو محمود؟ والله مسوم 5.5. الطلب 5,000، ما صار بين شيء؟ ما صار بين شيء. اي نعم. جو حار ابو محمود. اي والله. شلون هالسوق، وجهة السوق؟ والله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. يلا يلا يا رب، الله يبعث الخير. الجو حار، زبون يتشاسل ينزل. نعم. نعم. هاي هسه سنهن معز، كانوا هاي عنز هاي. فتايه كلهم فتايه، اللهم صل على محمد. للجب فاضيات ما بين شيء، على كرم الله البيع. اللهم صل عليك انت يا طلعت زيزه. اللهم صل على محمد. ضرار طيبه ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل وسلم. هنا بيع مقنوي. نعم. اللهم صل على محمد. الله يرزقك يا ابو محمود. اليوم زبونات ابو حسن البنشي قليلين يا شباب من الحر، يعني حتى الكراسي فاضيه عنده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شايفين؟ حق الخروف هنا. حياك الله. يا عمي صفير الا 200. والله بيبيازين رغم الحر، شعب جبار، حمل البيازين.
البازار على الخراف صغار هاي شباب، الخراف وراه دي بيض. اللهم صل وسلم. والله يبيع الله يبيعك 65 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
ولا اللحظة الحق نقدي البازار على الخلافة يا شباب وينك مودين بعد عشان بطلنا يا شباب انا ما بعيف ولا فرق الدين ممنوع والعتب مرفوع ورزق على الله الحياة الحي وموضة اليوم سريت بعد شريف ولا لا الله يعطيك ايش قد قام تقول سمر الا 200 ايش قد قام تقول بهن يعني ما في يكون 4800 اسلم هذا نشتري بسبعه بس حق ما هو اليوم 4800 الخروفين 4800 يعطينا الرجال الخروفين 4800 الخروفين 7000 الفطيمه والخروفين 7000 وهاي فطيمه هي نعم اللهم صل وسلم على النبي ما اتفقوا لسه ما انت صحت ناخذك هاي بتصحط على الملوخيه هاي ما عندك ايش اللهم صل على سليمان لا اريد هاي على 100 ليره 100 ليره بالكيلو الواق ب 6500 لا ردت المية يا حاج عيد خذها وخلت ما اريد على الكيلو انا مصر على الكيلو ابو عيد ليش ابو قراف ياخذ على الكيلو يعني هي لحم ولا شنو هي والله هي جنية بس اي نعم قام يشتري على الكيلو اللهم صل على محمد اي نعم بدك تحز رقبتها اللهم صل على محمد ايش يقول انا اخذ 100 ليره على الكيلو مبين دفع جنية يعني 100 ليره على الكيلو شنو 100 ليره على الكيلو يا ابو ربيع انت قايل له 110 كيلو يعني ما بيع الكيلو هذا العم صاحبهن حجيب ايش كيلو وهفصل جاب لنا الرقة شفت ما يمشي الحال الا على الكيلو ها الا زين حجي 110 تبيع الكيلو والله يا عنز هاي ما شاء الله هاي ايش قد سنه هاي سامي جايبه هاي بنت هاي اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله لسه ما شاء الله هاي بنت هاي والله ضرتها طيبه يا شباب ضرتها طيبه يعني ما شاء الله تبارك الله جوز كويسات ايش قد فاصلين ابو عيد جوز ايش قد فاصلين 13 جوز 13 نعم عشان ما نطول شقه ب 6000 55 الله جاء والله جاء يركض وراك ركض يا بعيد ابو قراف يركض وراك ركض 58 ما بيع تعالي خيو 8 يا مغي 55 8 خيو انتم قلعانين بالثمانية؟ ايه بدي احصل فيها يا بعيد يا بس 58 الله يعطيك كل العمر الحقك والله حسين مهبول على دفعي هذا يا شكرا انت يعني مين قال لك صاحي انهبل ابو قراف انهبل يقول لك مهبول البعيشة حدا قال لك يا ابو قراف حدا قال لك انت صاحي والله ما والله انت وابو النور بس امي البال صاحي لا بالله لا والله ابو النور والله صاحي له ابو قراف مو مهبول والله لا تحكون على ابو النور ابو النور صديقي لا احد يحكي عليه انا اجي مهبول لا والله كثير يا ابو قراف يا ابو قراف تنجرح جرحنا 60 خلص صلي على محمد خيروها بدل عكسك خلص البطاريه يا اخي شلون دفهم عليك الحاج عنده بديل عنده بطاريه ثانيه الله يرحمك ولا تشوف والله شال العصا وغريد يضربكم اضرب هاك اضرب اجرها 10 رقات ما ادفع اللهم صل على محمد والله لا تدفع بالك بالك ليش 100 انا عيب لك انت ما اخي هذا كلكم على ابو قرار انت روح اقعد هناك ايش تصيره هذا فحل بلدي يا شباب الصلاه والسلام على رسول الله ما شاء الله تبارك الله يمكن عند ابو حسن عند ابو حسن الوضيحي والله اعلم ما شاء الله تبارك الله خراف وفطيمتين وراء ثلاث خراف وفطيمتين هذا الطليانهن وهذا النن والضرار طيبه يا شباب الصلاه والسلام على رسول الله ما شاء الله بركه بركه أيوه. والصلاه على محمد اللهم صل على محمد والدات ايش قد وين هذا الطليان هي هذا الطليان الواعيات ما شاء الله الابيض ذاك الحمر الاشجار الطويل نعم
اللهم صل على محمد. ايش قد السوم ابو حسن؟ والله مسوم 11000 10000 فصلنا الراس الواحد. ايش قد ما صار لك بي... صار لنا بس اسعار ميته ما عجبك الجزار ثابت على المضبوط. هذا الفحل الازحم عندك هذا الفحل الازحم ما شاء الله تبارك الله يقول مكفول من كل شيء ابو حسن بستان. شو ايش قد طالب بيه؟ ايش قد مطالب بيه؟ 700 دولار الطلب. 700 يا ابو حسن؟ 700 دولار مكفول من كل شيء. مكفول من كل شيء. الله لو انطى حيرد ما ينطير الطرق حيرد. نعم اجل شهر 3 ايام وجعان 15 يوم. اللهم صل على محمد ما شاء الله. ما صار لك في شيء؟ ما صار لك في دفع؟ لا والله لسه ما صار لك شيء. الصلاه والسلام على رسول الله. هاي اسعار الفحول عندنا فحل بلدي. قحم لازم ربع طالع قحم. ربع طالع قحم. اي نعم. اول سنه قحم. اول سنه. ايوه. اللهم صل على محمد. بارك الله كفاله من كل شيء. من كل شيء. ايش قد طالب به؟ 500 على 4.5 نبيع. ما صار لك فيه شيء؟ لا والله لسه. الصلاة والسلام على رسول الله ما شاء الله. كويس حلو ما شاء الله. رباع مثل هالفطيمة هاي يا شباب انباعت عند اخونا ابو حسن ب 85 على الكيلو. 85 اللهم صل. خوات انباعت. هذا 100 عجلات من الدار عم نسوم 500 دولار. اي نعم. اعطونا جباره 300 دولار بس وحده. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما شاء الله. ما شاء الله الغزاله رايقه. هاي الحفشلون هاي. زادت هالرايقه هاي. الحفشلون هاي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صورنا الاسبوع الماضي يا شباب. ايوه عشر. ايش قد فاصل 500 دولار؟ سمناها 500 دولار فصلنا انا 400. ما شاء الله والله هاي الحاله يا نهايه شيخه ما شاء الله. لا اله الا الله. ضره وخشانه وضخامه اللهم صل. ما صار لك بين ما صار لك بين شيء على الكيف؟ هلا لا لسه على حسب 300 دولار اليوم. هاي شيء اليوم 300 اليوم. هذا بزار الماضي 3000. نعم 1100 دولار ما فعل. تقريبا وصلنا 400 البزار الماضي قربا على 400. اي نعم. اللهم ما صار ما صار بيع. الله يرزقك يا ابو حسن. الله يرزق الجميع يا رب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله يجبرنا احسن الجبر. هاي فطايم دج صغار يا شباب ضاع ناعمه عند اخونا ابو جهاد. شلونك ابو جهاد؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك ويبارك فيك ابن العم. شلونك ابو جهاد؟ سته. هذا النعم سته. ايش قد قامت تسومها؟ والله اذا اسوم ب 24 2400 2400. هذا بضاعه ضعيفه هاي. مثل هاي ايش قد تطلع اوزان ابو جهاد؟ هي ما تنحسب على الوزن بس مشان المشاهد تبا يفكر اكبر من اللازم. يعني 23 24 23 22 23 اي نعم. هاي اوزانها. اي نعم. فصلتها بايش قد؟ فصلتها ب 24 بعد الفول 18 2400 والدفع 18. اللهم صل على محمد. هاي الجداية عندك؟ اللهم صل على محمد. خوش جداية زينات ما شاء الله تبارك الله. بس ترى الحر يعني ما ينطي على الجو الحار ما ينطي شكله الجدي يا شباب. يكون مدروس شوي من الحر. وين ابو جهاد؟ ايش قد قام يسوم هنا؟ ايش قد طالب به هنا؟ ما شاء الله تبارك الله. راح ابو جهاد اختفى. ما فهمنا منه. يا ابو جهاد خوش جدا يا شباب زينات. يعني هسه علي الربط يكون اخشن من هذا شوي، هذا يعني استطلاع الواحد ياخذه يدرجه شوي على علاه شعير، شوية نخال، شوية شعير لما يخشن ويبيعه للربط. أو يربطه، اللهم صل على محمد. بس وين راح أبو جهاد؟ ماني لاقيه. ايش قد قام تسوم هذا ابو جهاد؟ والله هذا دعسومين على 13.5 و 13 بياعين زاد 1300 تبيع. ما صار لك بين 800 شيء؟ والله حوالي 8.5 تقريبا. اي نعم اللهم صل على محمد. هذن للتخشين مو الرباطه مو؟ لا الرباطه لا يربطن 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 الساعه الفاضيات ابوه. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. بس لازم مو لازم الرباطه اخشن شوي؟ كويسات وهذن شغلات يصير. اللهم صل على محمد. بضاعه حلوه والله. 850 اندفع بها. يعني على بيني وبينك على 1000 بدي ابيع. بدي ازهد منهن وابيع. على 1000 بدي ابيع. الله يرزقك يا ابو جهاد. اهلا وسهلا فيك. طالب صح قول لي بخمسه معك كلام مزبط. بس اقول لك شغله قول لي مقدر 50 حب لك بيني ما حب لك يا ماشي. الله يجبر يا ايش قول له؟ روق روق حجيه. شو اخبارك؟ كلامك صحيح صح مو صح؟ يعني انا قلت لي ندفع بهم كذا لازم ما يا الله يجبر يا صدقك يا مشتري يا ابو حمزه يدفعوا له بالناس اخر شيء. نعم 50 اعطيني عليها مرضها عملت على 15 ما يصير. لا حرام يعني كاني ماني مصدقك كذا يعني كلام مو ظابط زي ما مدير ابوي 15 ما يصير. لا لازم الواحد شي يقول مثلا خيو اندفع لي بها كذا الله يجبرها. الله يجبرها خلاص ما تزبط معي ما تناسبني انت مغلوب بها ما دخلني. نعم نعم غنم هاي. اللهم صل على محمد. مجنوي شتلها شتل ها. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. ايش قد قامت تسوم البضاعه عمي ابو عوان؟ 55 55 مجنوي
اللهم صل على ابو علي. هاي البضاعه ايه. يا ابو علي ايه. دايخ من الشمس ايه. اللهم صل على جديد. هذا جديد هذا ابو سام. جاي جديد ابو سام. ابو سام ها قديم وكنا مضيعينه. حياك الله عند ابو. حياك الله. هلا بيك. حياك الله. هلا بيك. اللهم صل على محمد. ايش قد قامت تسوم البضاعه ما شاء الله؟ والله هنا ابو عواد هو هو شيخ الكار. شيخ الكار ابو عواد ملك السوق. ابو عواد اي نعم. معدل ابو عواد ذيب ابو عمي. ابو عواد ما صار لك بيه دفع من طول والله لسه ما صار بيه. على كرم الله فاضيات مو اي نعم. لا يقول له بيها بيها احنا بيها احنا نعم. بس البيع على كرم الله. البيع على كرم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اليوم الجو حار ابو عواد. حار اي والله على الله. بدا هزيمه على البيت. الله هسه عد لك ربع ساعه ما تشوف ولا بني ادم بس. الله يفرج على العباد. امين اللهم امين. الله يفرج على العباد. الله يجزاك الخير عمي ابو عواد واشكرك. الله يحفظك. ايوه هذا سوقنا يا شباب. الصلاه والسلام على رسول الله. الان صوركم سوق البقر على السريع وننهزم من السوق. تابعونا واضغطوا على زر الاشتراك واضغطوا على زر الاعجاب واضغطوا على زر التعليق ولا تضغطون علينا اكثر من هيك. الجو حار. شايب الحر يا ابو عواد ما شاء الله تبارك الله. لا نغطي لكم السوق كاملا يا شباب. عاده سوق البقر يا شباب بدانا اقل من هيك. اليوم انا شايف ملاحظ انه في بيع ومشترى بالسوق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم يا شباب. شلونكم شو اخباركم؟ شلون هالسوق اليوم يا شباب؟ بالعاده سوق البقر بدانا اقل من هيك شوي. اليوم اشوف في بضاعه كثير كانه اكثر من المعتاد. اكثر شيء على الطلب على الصغيره ها. اللهم صل على محمد. هاي البضاعه لكم ما شاء الله. اللهم عم تشتروا اي. يلا يا رب الله يرزقكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الان نشوف لكم السوق يا شباب على السريع يعني ونروح نصور لكم سوق الغنم. بلشنا من عند ابو حمود ما شاء الله تبارك الله. ايش البضاعه الحلوه مجود. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما شاء الله. والله شيء حلو ما شاء الله. شيء فاخر على الاخر مثل ما يقولون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ايش قد عمرنا هذا ابو حمود؟ 10 شهور. 10 شهور. ايش قد قام تطلب فينا ابو حمود؟ عم نطلب 17 بيع 16 ونص. بتجوز؟ اي. ندفع لك ما صار لك بين 14 15 16 ندفع بهن. 1600 يا شباب 800 800 ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لك يا ابو حمود ما شاء الله. نعم مبينة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله. فريز هذا كله فريز. هاي هولندية وهي فرنسية. اي نعم. اللهم صل على محمد. هولندي وفرنسي. شنو الفرق بين الهولندي والفرنسي بالنسبة للحليب؟ بس. نعم. ولا كحليب وإنتاج واحد كله منهم. نعم. اللهم صل على محمد. اي نعم. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. ابو حمود انت تشتغل بس بالاناثي صح؟ ما عم تشتري عجول. بس الانثى. اللهم صل. العجل الصغير في عليه حركه. يعني اليوم العجله اللي بقدها ايش قد سعره؟ ثمانية ونص تسعة. اللهم صل وسلم على النبي. في عندنا هالزينه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. هاي الحموزه ما شاء الله 6 شهور ما شاء الله تبارك الله. ايش قد مصرياتها يا ابو حمود؟ ب700. ما صار لك ما صار لك بيش يا ابو حمود؟ لسه ما حد دفع بيش. اللهم صل على محمد. كانه سوقنا اليوم ببضاعة اكثر شوي؟ ايه اليوم اكثر من زمان. بالعاده الاثنين على الماشي هيك. ممكن طلبوا العجلات. نعم. 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 الله يرزقك. اللهم صل على محمد. الله يرزقك ابو حمود. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله يا شباب والله بيازير وين ما تروح. حبيبي ابو حمود الله يرزقك ان شاء الله. ان شاء الله على التواصل. الله يكرمك. الله يكرمك ما شاء الله. والله شباب في بيازير ما شاء الله تبارك الله. يعني في بيع ومشترى. هذه البضاعة لأبو محمد نضال ما شاء الله تبارك الله. شغال بازار عليها ما شاء الله تبارك الله. أبو محمد لك في سوق 5 وبلاله 10 اليوم. الصلاة والسلام على رسول الله. والله في بيع ومشترى بالسوق يا شباب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. والله العظيم انا هاي الوائل يمكن الله يرفعك. 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 ما شاء الله تبارك الله. اليوم بس بكيرات بهالسوق اكثر شيء بكيرات. اللهم صل على محمد. ايش قد طالب بها يا ابو محمد؟ والله مطوره 6 ونص. 6 ونص ما صار لك فيها شيء؟ لا لسه ما صار. اللهم صل على محمد. بضاعه حلوه والله. هاي بضاعه وائل ما شاء الله تبارك الله. الصلاه والسلام على رسول الله.
ما شاء الله ما شاء الله. شقد قامت تسوم وائل؟ حتى 700 دولار هلا. اه 700 ما شاء الله. شقد عمرها هاي؟ حط لها 100 ورقه على رسمه الطول. حطيت لها 100 ليره حق الرسمه والطول. 60 ليره. 60 ليره. اللهم صل على محمد. يا ما قالت موالح تحس؟ ما شاء الله تبارك الله. شقد سنها؟ عمرها 8 شهور 9 شهور. شقد بدأت تصير على تحت الفحل؟ شهرين بالكثير. اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. شقد سايمه وائل؟ بيربي 50 دولار الله يرحمه، ما منه يعني على الحلال. على الحلال. اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك. يا اخي انت تعرف تنقي. إيه ما شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله. عريضة ما شاء الله، دابة عريضة يعني وخشنتها زينة. الله يرزقكم يا شباب. شلونك عمي محمد؟ ميت هلا ابو حمد. شلونك شو اخبارك؟ شلون شايفين هالسوق اليوم؟ والله الله يجيرنا النار جهنم. حر جو. الله يجيرنا. الله يجير. الدنيا شوف. الله يجينا من العالم موجود. اي نعم. الله يبارك فيك. السوق كويس. ما اشوف اكثر شيء ما في غير الدب الصغير. ماشي البكير القلي. نعم. وعجلة صغيرة فريق لك مثل هذا هلا بعته ب 50 نعم. ل 10. اي نعم. اللهم صل على محمد. وهيك عاد 500 ل 10 دولار. ولا انا بدي بقرة حليب، هو بدانا ما في بقرة حليب. نعم. على المرابط. بدول على المرابط. نعم. الله يجزيك الخير عمي محمد. اشكرك والله. اذن عندك ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله مشهلات عاليات. الصلاة والسلام على رسول الله ما شاء الله تبارك الله. من قنا والله هينا القنا بقى. شقد مثل هاي البضاعة شقد عم تسومها عمي محمد؟ والله عم تسومها 16 ونص. 1650 الجوز. ما صار لك فيهن شيء؟ لا لا ما حدا طعني شيء. الله يبعث الخير ما شاء الله، بضاعة حلوة والله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين. أيوه. بضاعة حلوة ومرتبة، شطرها طيب. منا مقرى ويدرك الله بهي. ما شاء الله. الله يرزقك أحسن الرزق إن شاء الله عمي محمد. هذا سوق البقر بدانا يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله. الله يجزاكم الخير ويعطيكم العافية. ما في عجول لحم، ما في يعني بقر حليب، بس البكيرات صغار والبضاعة خفيفة.